مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الأرنب الشجاع. إعداد نبيل قديح. نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية. صوت وأداء لما رباح وأدهم نعمان. اقترب ملك الغابات من ضفة البحيرة ونظر إلى وجهه المنعكس على صفحة الماء، فأعجب بنفسه كثيراً، ثم زأر بصوت عال اهتزت له الجبال والأودية وصاح: أنا ملك الغابة، وليس هناك من هو أقوى مني بين الوحوش. ثم سأل نفسه: إذا كنت أنا أقوى وحش في الغابة، فلماذا أسعى كل يوم بحثاً عن الطعام؟ يجب على بقية الحيوانات أن تقدم لي طعامي اليومي دون أي تعب مني. وفكر ملك الغابة قليلاً ثم قال لنفسه: سأدعو غداً بقية الحيوانات إلى اجتماع، وأطلب منها أن تقدم لي طعامي اليومي أو أفتك بها جميعاً. حقق ملك الغابة ما فكر به، ودعا جميع وحوش الغابة وحيواناته إلى اجتماع طارئ. وعندما تم له ذلك، وقف على صخرة عالية وزأر بشدة، ثم خطب في المجتمعين قائلاً: أنا ملك الغابة، فهل هناك اعتراض على ذلك؟ صاح الجميع: لا لا لا, لا, لا. قال الأسد: إذن بعد اليوم لن أذهب بحثا عن طعام، وعليكم أن تقدموا لي كل يوم ضحية، وإلا فتكت بكم جميعاً. خاف المجتمعون من بطش الأسد، وصاح ديك جميل: ماذا تحب أن يكون طعامك اليومي يا سيد الأسد؟ قال الأسد: أنا أحب الأرانب، وعليكم أن تقدموا لي كل يوم أرنباً أبيض، فأكف عن البطش بكم. حزنت الأرانب كثيراً لأن ملك الغابة اختارها لطعامه اليومي، ومنذ ذلك اليوم راحت الأرانب تقدم لملك الغابة ضحية جديدة. ذات يوم فكر أرنب ذكي بطريقة ينقذ فيها قومه من هذا الملك الظالم، فدعاهم إلى اجتماع وقال لهم: إننا نقدم كل يوم ضحية جديدة للملك، فإذا بقينا على هذه الحال فهذا يعني فناء جنس الأرانب، ولذلك قررت أن أنقذكم من هذا الملك الظالم إلى الأبد. قال أرنب شيخ: وكيف أيها العزيز؟ قال الأرنب الشاب: سوف أقدم نفسي ضحية لهذا اليوم. قال الأرنب الشيخ: لكن لم يقع الاختيار عليك بعد. قال الأرنب الشاب: بل أصر على أن أكون أنا ضحية هذا اليوم، فإذا لم أكن ضحية اليوم فلا بد أن يأتي دوري ذات يوم. قال الأرنب الشيخ: وماذا تقترح أيها العزيز؟ قال الأرنب الشاب: أها،
سوف تتأخرون قليلا في تقديمي إلى الأسد حتى يجوع. أثناء ذلك سأشرب جرعة كبيرة من سم الأفعى، وعندما يلتهمني الأسد يموت معي، وأكون بذلك قد أنقذت قومي من هذا المصير المشؤوم. أكبر الأرنب الشيخ هذه النصيحة العظيمة وأعجب بالفكرة. تأخرت الأرانب على تقديم ضحيتها للملك حتى جاع جوعا شديدا، وعندما جاء الأرنب إلى الأسد صرخ بالأرانب الأخرى: إذا تأخرتم بعد اليوم مرة ثانية فسوف أطالبكم بأرنبين عوضا عن أرنب واحد. ثم إنه هجم على الأرنب وأكله في لقمة واحدة، ولم تمض ثوان حتى سقط الأسد ميتا. منذ ذلك الحين صارت الأسود تفكر 1000 مرة قبل أن تقدم على افتراس أرنب ما.